مدحوينها سومالي لان موسيب بيحي عبدي او كسوغان دالكا سوطاق امارات كعربتا ايا قسرق وكدقاي مقالادة ابو الدبي وحاو مرتقاد وسميي حبنا كسعود حكومة ديسا او صفر شغو كسو قاري عاصمة دالكا سوطاق امارات كعربتا وحاني وفتيقاني كشغين ايان اريمها فرسمو اي مشاريع دا اي وداقي الدونان دالكا سومالي لان يسو تاق اماراتك عربتو سفر كود النوحو ايمان ايا كدي مركي مدحوناها جمهورية دا سومالي لان ولوكو المي مسولين تاوغوس الرئيسة دالكا اماراتك عربتا قدوبة دا اي وحيابها اي كودا هاللينا تاني وحي اوتاي بربلو ولاكسن مدحوناها سومالي لان موسيب بيحي عبدي ايا مرتقاد كانوا يوسمي يحمناها كمي دا حكومة ديسة اي سفر كالشاقوكا قد بيمي دالكا سوطاقة اماراتك عربتا وحا ووحو ورمي قوضبا دا مهيمكا اي كوضا هاللين دولد دا سوطاقة اماراتك عربتا يسفهان كا اسكاشيقا دحمر ايا مدحدا دالكا سومالي لان ايا اماراتك عربتا اي لغوهر مرين ايو بلشيدا لبادان دال كوكالا داقان وفتيغان اوكاكومنا تليها عيدن كميلتريغا سومالي لان سرييه قاس نوح اسماعيل تاني تليها عيدن كبوليسك سومالي لان سرييه قاس عبد الله فضل إيمان تليها عيدن كيلالادة حيباها سومالي لان سرييه قوتو عبد حرسي دعالي وسير كيسكارسين تيو تكنولاجيه دا عبدولي الشيخ عبد الله صوفي قدوميها بانك دحيئي سومالي لان محمد إبراهيم عبد الدوبالي إيو حمنو خبرار دقالها كو تقصوصي إيو سراكيل كرأو كاترسان إيدا مدى ملتاريق سومالي لان وحانين تايد شوغان دالك سو تاق إماراتك عربتا إلا كل مدونان ديقو دا سو تاق إماراتك عربتا وحانا إسلام مال ديق دونان حبكا يهنانك لوغليو مشاريع دا يوداقيان دالك سومالي لان إيو إماراتك عربتا امباساتور باشا عاول عمر سفيرك سومالي لان وفرد يدالك يسكو تاق اماراتك عربتا ايا شرحي وفتيق اي بربلو ايهين مشاريع دا مفع عليه اي وداق ايان دالك سومالي لان اي اماراتك عربتا او مدحوينها جمهورية سومالي لان مدن موسبيحي عبدي وغو سمي قادو قصر او كدنجي هاي مقالة دا عبدابة امارات بالاس وفتيقي مانتا يميد كسعودة جمهورية سومالي لان او كوكوبان سيدوب حمد المرهوت وحي قيب كيهين een guddi farsamaa oo labada dhinac ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Imaaraadku ku heshiyeen inay si aan ba qaadaan heshiiskii ama wada hadalkii dhawaan ka soo baxay ee kulankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka madaxtooyada oo ah isla markaana ah ku xigeenka prime ministerka dalka Imaaraadku ay ku wada hadleen ee mashruucyada iyo barnaamijyada labada dhinac ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Imaaraadka ka dhaxeeya een guddidan farsamada waxay qayb ka yihiin inay si aan ba qaadaan ama la xajoodaan guddi farsamada oo dalka Imaaraadka ka socota waxaan joogi doonaan muddo toddobaad ah oo halka ay ka si aan ba qaadi doonaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi intii uu ku sugnaa dalka Suutaga Imaaraadka Carabta waxa uu hirgelay talaabooyin diblomaasiyadeed iyo qorsheyaal dhaxalgal ah oo meeqaamka Soomaaliland kor u qaadaya shacabka reer Soomaaliland ay ka faa'iideeyaan yididiilo badan oo ku saleysan dhinaca horumarka iyo wax la wadaaga beesha caalamka Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Abu Dhabi ee dalka Suutaga Imaaraadka Carabta